المقاطم صارت تمام المقاطم ظلت صارت فايدك بزين. نحن اليوم في جبهة البحرية. هذه الجبهة تشهد منذ 17 يوم على التوالي معارك عنيفة وهجمة شرسة من قبل ميليشيات الأسد على نقاط مجاهدينا. المجاهدون يتصدون لهذه الحملات وهذه المحاولات الاقتحامات والتسلل على هذه الجبهة ويكبدون نظام خسائر فادحة حقيقة في الأرواح والمعدات، إذ إن من أول الحملة إلى يومنا هذا قتل ما بين قتيل وجريح بالنسبة لعناصر ميليشيات الأسد ما يزيد عن 100 عنصر، إضافة إلى تدمير أيضا ما يزيد عن 6 إلى 7 مدرعات ما بين دبابة وبي ام بي. إضافة إلى ذلك أن محاولات الاقتحام تأتي بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف على هذه الجبهة، وأيضا تحليق الطيران الحربي نهارا وتحليق الطيران المروحي ليلا، إذ يلقي ببراميله على هذه الجبهة. طبعا وحدة الرصد والاستطلاع كانت ترصد طلعات الطيران المروحي، فتم رصد ليلة أمس أحد المروحيات التي كانت تحلق في سماء هذه الجبهة، فتم رميها بمنظومة الأوسا التي اغتنمها جيش الإسلام، وحققت إصابة مباشرة أدت إلى تدمير هذه الطائرة ومقتل طاقمها بشكل كامل. وفق المعلومات التي وردتنا بأن أغلب الطاقم قتل في هذه الطائرة عندما سقطت، والمعارك لا زالت على أشدها إلى يومنا هذا. وأيضا هذه الليلة أيضا تم تدمير دبابة من طراز T-72 كانت تحاول التقدم مع مجموعة من عناصر ميليشيات الأسد، حيث تم قتل أيضا العشرات من هذه العناصر المقتحمة. نعم. الأهمية الاستراتيجية لهي المنطقة برأيك شو هي؟ أو ليش النظام عم يسعى لحتى يسيطر عليها؟ الأهمية الاستراتيجية تكمن في هذه المنطقة على اعتبارها خطوط متقدمة لجيش الإسلام، إذ إن هناك خطوط متأخرة لميليشيات الأسد في جنوب الغوطة بعد أن سقطت بيده، وبالتالي أصبحت نقاطنا الموجودة في البحارية هي مكشوفة لظهر ميليشيات الأسد، فلذلك تحاول الضغط لأخذ هذه المنطقة لكي تحمي ظهرها من المجاهدين، لكن لم تحقق أي تقدم ضمن هذه الأيام التي كانت تحاول اقتحام هذه المنطقة والسيطرة عليها، لم تحقق أي تقدم مذكور. كما ذكرت المعارك لا زالت على أشدها، ولا زال النظام يحاول التقدم، ولكن المجاهدين لهم بالمرصاد بشكل دائم الحمد لله. نعم. المعارك اللي عم تخوضها معكم قوات النظام، جميع العناصر بجيش النظام هن عناصر سوريين؟ وفق المعلومات التي تردنا أن بخطوط الدفاع الأولى من عناصر النظام، لكن بتوجيه من ميليشيات مختلفة حقيقة، وببعض الأحيان يشارك نحن على يعني تواصل مع أشخاص يرسلون لنا معلومات بأن بين عناصر أو القوى المقتحمة هناك ميليشيات لبنانية غالبا تكون من ميليشيات حزب الله وغيره. نعم. البارحة أو أول مبارحة كان في زيارة لبشار الأسد على نقاط المرج، هي الزيارة أثرت شيء على سير عمليات قوات النظام؟ إن صحت هذه الزيارة
انصحت، فهي عبارة عن كما يظنون رفع معنويات، لكن معنوياتهم دمرت بتدمير المروحية ليلة أمس، إضافة إلى تدمير الطائرة الحربية أمس في القلمون الشرقي. فهذه المعنويات دمرت حقيقة، نحن وفق المعلومات التي تردنا من أشخاص داخل النظام، فإن أثناء إصابة المروحية وسقوطها كان هناك يعني توتر عالي جدا على هذه الجبهة خصوصا، وبشكل عام في الجبهات الغوطة الشرقية، إذ إن كانت هذه المروحيات هي مساندة لجبهات ميليشيات الأسد، حيث كانت تلقي ببراميلها لتسهل لهم الدخول والاقتحام على هذه الجبهة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بفضل الله عز وجل.